نستعرض معكم اليوم أبرز تمركزات الجماعات الإرهابية في محور الصابري ووسط البلاد أو ما يعرف بسوق الحوت كمعلم في مدينة بنغازي ومتواجد في منطقة البلاد. كما ترون في هذا الرسم التوضيحي تمركز للقوات المسلحة على طول الخط الفاصل ما بين المناطق المحررة وتلك المنطقة، عمليات قنص متبادلة بين القوات المسلحة وبعض المراصد التي تتمركز بها تلك الجماعات الإرهابية في منطقة الصابري. إذا ما لاحظنا بعد ذلك تمركز القوات المسلحة، القوات المسلحة بعد المعارك الضارية التي دارت داخل مدينة بنغازي وعلى إثرها تم حصار تلك الجماعات في هذه الرقعة، نتحدث عن سيطرة كبيرة وهو معسكر الدفاع الجوي الذي يقام بعد الناي الأول في منطقة الثامة. هنا تتمركز القوات المسلحة وأيضا مدفعية الجيش متواجدة في معسكر الدفاع الجوي. هناك إغلاق من الجماعات الإرهابية بالحاويات لطريق البحر، ولكن مدفعية الجيش تقوم باستهداف أي تحركات لتلك الجماعات على طول هذا الطريق. نتحدث أيضا ما بعد ذلك عن نقطة مهمة وهي مدرستي فاطمة الزهراء الانتفاضة. في هذه الرقعة تحديدا توجد مدرستان على خط الساحل تتمركز بها الجماعات الإرهابية وتقوم أيضا بالتسليح هنا وتقوم باستهداف قوات المسلحة. نلاحظ تفخيخ على طول الشاطئ خوفا من أي عملية إنزال بحري تقوم بها القوات المسلحة. أيضا القوات البحرية تقوم باستهداف تلك الجماعات المتواجدة في هذه المنطقة. ما بعد ذلك ننتقل إلى منطقة ما بعد منطقة الزريعية وأيضا الثامة، ننتقل إلى منطقة الصابري تحديدا وهي شارع الخطوط. فندق ريجنسي يوجد في منتصف خط الساحلي. في هذا الفندق تتمركز جماعات الإرهابية، مبنى مكون أكثر من 8 طوابق تتمركز به تلك الجماعات، يوجد به يعني كمكان تحت الأرض تتحصن به تلك الجماعات وتتخذه أيضا كمخازن للذخيرة وأيضا مستشفيات ميدانية. بعد ذلك قناص النوران الذي كان يستهدف تجمعات القوات المسلحة، أيضا نتحدث عن دشمة موجودة في مستشفى الجمهورية تستعمل كمستشفى ميداني ومكان لتخزين الذخيرة. ما بعد ذلك ننتقل إلى مكان مهم جدا وهو وسط مدينة بنغازي وهو شارع الشريف، أيضا دار الكتب الوطنية، أبرز المعالم هنا. نتحدث عن مدرسة الأمير التي تقع في منطقة شارع الشريف، توجد بها إحدى الدشن تستعمل كمستشفى ميداني ومخزن للذخيرة. أيضا نتحدث عن عمارة الخليج وقناص عمارة الخليج، القوات المسلحة تقوم باستهداف هذه المنطقة تحديدا سواء بسلاح الجو أو حتى بعملية قنص من القوات المسلحة. ننتقل محكمة شمال بنغازي وهي آخر ما تبقى في محور الشمالي وهو في الشمال الغربي تحديدا، توجد هناك أنفاق تحت الأرض تستخدم كنوع أو كمكان للحركة لتلك الجماعات الإرهابية تتحرك بها إلى ميدان البلدية وأيضا إلى ما بعد سوق الجريد كمكان تحت الأرض خوفا من قوات المسلحة وعملية الاستهداف التي تقوم بها سلاح الجو بصفة عامة. هذا كل ما يوجد لدينا اليوم عن محور البلاد والصابري، في انتظار أي تقدم جديد ربما يكون خلال ساعات قادمة. دمتم في رعاية الله.